ضمن مسيرتها العودة الكبرى المتواصلة في غزة، شارك الآلاف من الفلسطينيين في جمعات أطلق عليها ثوار من أجل القدس والأقصى، والتي تتزامن مع الذكرى 49 لإحراق الاحتلال المسجد الأقصى. المزيد في تقرير مراسلنا شعيب يوسف. هي الجمعة 21 من مسيرة العودة الكبرى بغزة، مسيرة حملت اسم ثوار من أجل القدس والأقصى، والتي تتزامن مع الذكرى السنوية 49 لإحراق المسجد الأقصى من قبل الاحتلال. هذه الجمعة 21 من مسيرات العودة يخرج أبناء شعبنا بجمعة بعنوان ثوار من أجل القدس والأقصى. هذه الجمعة استذكار للجريمة النكراء حرق المسجد الأقصى قبل ما يقرب من 50 عاما، ورفضا للانتهاكات الصهيونية في حق الأقصى وكل المقدسات. جمعة رفع بها هذا الشاب الفلسطيني العلم الجزائري، والذي يعتبر الجزائر مدرسة ثورية للفلسطينيين والذين استفادوا الكثير منها في نضالهم المستمر. اليوم جينا على حدود في جمعة ثوار من أجل الأقصى في ذكرى حراق المسجد الأقصى، لنؤكد لكل العالم أنه المسجد الأقصى فلسطيني وراح يبقى فلسطيني. وزي ما انتم شايفين رفعنا على الاعلام اعلام كل الوطن العربي وهي علم الجزائر معنا قدام جيش الاحتلال الاسرائيلي، حتى نثبت هويتنا العربيه انه احنا عرب نستحق الحياه. كانت القدس هي الشراره التي فجرت هذا الحراك الجماهيري منذ اعلانها من قبل الرئيس الامريكي ترامب عاصمه ابديه لدوله الاحتلال، احداث لا زالت تشكل وقودا اساسيا في مواصله التحرك الجماهيري. شعيب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين.